أغلبنا كلما اقترب موعد الاختبارات الخاصة به جعله التوتر يؤجل مواعيد دراسته. تشعر أنك لا تمتلك طاقة لإنجاز المواد المتراكمة عليك، لا تقوى على التركيز والمذاكرة، وفجأة تأتيك تلك الفكرة: هل يا ترى يوجد دواء إذا أخذته أمتلك طاقة وأنجز كل المواد المتراكمة علي بدون كسل؟ تخيل. ولست وحدك من جاءتك تلك الفكرة. 24% من الطلاب يأخذون عقاقير دراسية لمساعدتهم في اجتياز فترة الاختبارات، كما في دراسة أجريت على طلاب في الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا كنت يا عزيزي الآن مضغوط في دراستك وتحتاج الحل السحري، سأخبرك إياه في نهاية الحلقة. خليني أشرب قهوة بالأول. العقاقير الدراسية، أو كما يسميها الطلاب الأدوية الذكية، هي ببساطة أدوية منشطة للدماغ تجعل الدماغ يفرز كميات كبيرة من الدوبامين والنوروبينفرين، وبالتالي شعور تركيز عالي، تشعر بطاقة هائلة جدا، قوة عالية جدا في الحفظ، تشعر حينها أنك خارق، شعور النعاس يذهب، الشهية تنغلق، التوتر ينعدم، أنت حينها تكون خارق. يعني مثلا أنا الآن أشرب القهوة لأحصل على تركيز ونشاط من مادة الكافيين الموجودة في القهوة. العقاقير الدراسية تعادل شرب 1000 لتر من القهوة، على فرض أنك تستطيع أن تشربهم مرة واحدة. المهم، لم تصنع هذه الأدوية في الأساس للطلاب، هي صنعت لعلاج أمراض أخرى مثل مرض اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط المعروف بـ ADHD. هذا المرض يكون به خلل في توازن بعض النواقل العصبية في الجسم مثل الدوبامين والنوروبينفرين، وهذا الخلل يؤدي إلى تشتت غير عادي في انتباه المريض، فيكون المريض غير مركز، ينسى بكثرة، لا يحب الواجبات التي بها تفكير، وأعراض كثيرة أخرى. فجاء العالم الألماني لازر وصنع دواء لهذا المرض. الاسم التجاري لهذا الدواء هو الأديرال، والمادة الأساسية والفعالة به هي الإنفيتامين. يعمل هذا الدواء على زيادة إفراز الدوبامين في الدماغ وزيادة التركيز ومنع التشتت والحركة. ولكن عندما تناول الطلاب عقار الأديرال لاحظوا زيادة في نسبة تركيزهم وانخفاض في نسبة التوتر لديهم، أو التوتر من الدراسة أو سواء من الاختبار، وبالفعل حققوا نتائج ممتازة جدا في اختباراتهم، فأصبح من الشائع تداولها بين طلاب الجامعات، ومن هنا أطلق عليها اسم عقاقير الدراسة. فالمشهور بين الطلاب أن قرص واحد ب$5 كفيل أن يبقيك تدرس ليلة كاملة بدون ملل أو تعب أو نقص في الانتباه أو توتر من الاختبار نفسه. مثلا الكاتب جوشو فوير يقول: عندما تناول عقار الأديرال لمدة أسبوع كتجربة، كنت أشعر كأنه لدغني يعني عنكبوت مشع، دلالة على الانتاجية والفعالية التي حصل عليها. فهل تأخذ أنت الدواء إذا عرض عليك؟ إذا كانت إجابتك نعم أو لا تدري، خذ نفسا عميقا وسأخبرك ما سيحدث لدماغك عندما تأخذه. أول شيء، أن هذا الدواء إدماني، يعني بعد تناولك له عدة مرات يعتاد الجسم على كمية الدوبامين المرتفعة، وبالتالي لن يستطيع أن يفعل أي شيء في حياته بعدها إلا بأخذه، لأنه يجعل الدماغ يتوقف عن إنتاج الدوبامين بشكل طبيعي، وبالتالي ستلجأ له في كل مرة لتعويض النقص الحاصل لديك بزيادة الجرعة. وكما أي دواء مطروح في السوق له آثار جانبية، ولكن هنا ما أكثرها، أتركها لك هنا على الشاشة. يكفي. هذه الأعراض الجسدية فقط ناهيك عن الأعراض النفسية التي قد تصل بك إلى الانتحار. نعم، في عام 2010 كان كيلي كريج شخص رياضي ومتفوق ومعروف في مدرسته، وكانت أمه تقول عنه أنه كبير وقوي ومسؤول، لدرجة أن أصدقائه من كثر إعجابهم بنجاحاته سواء على المستوى الدراسي أو الرياضي كانوا يقولون أنه مصاب بجنون العظمة، يعني كل شيء في حياته ناجح به. ولكن ليتفاجأ الجميع أن صديقهم قفز أمام القطار منتحرا عن عمر 21 سنة. تخيل. وعندما تم التحقيق في قضيته وعن أسباب انتحاره، اكتشفوا أنه كان مدمن على عقار أديرال، وهذا ما ساعده على البقاء مستيقظا طوال الليل للدراسة والأداء الجيد على المستوى الرياضي في اليوم التالي في مدرسته، لدرجة أنه يوميا كان يأخذ أكثر من حبة وأحيانا يخلطه مع الكحول ويشربه. لذلك هذا القرص صاحب $5 لا يقل خطورة عن الكحوليات والمخدرات، بل في بعض الحالات أسوأ. لذلك إياك أن تفكر في تناوله هو أو غيره، ببساطة لأن الله عز وجل خلقك في أحسن تقويم، وكلما حاولت التغيير في خلقة الله والتلاعب في جسدك وهرموناتك التي أنت فعليا مؤتمن عليها، أنت مؤتمن على هذا الجسد، ستلاحظ نتيجة عكسية في المستقبل القريب وليس البعيد حتى. قد تقول الآن: مدام الأثار السلبية لهذا العلاج مرتفعة جدا وخطيرة، لماذا يوصف إلى الآن لمرضى اضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط أو المعروفة بالـ ADHD؟ أولا، اعرف جيدا أنه لا يوجد علاج في العالم
لا يوجد لديه آثار سلبية، إضافة إلى أنه تم حظر استخدامه في الكثير من الدول، فحتى المشخصين بمرض ADHD يتم الآن وصف أدوية أخرى لهم أقل خطورة في الآثار السلبية من هذا العلاج. ولكن ومع ذلك يوجد الآن فئة ليست قليلة تقوم بالترويج لهذا العلاج وبيعه للطلاب الآن في المدارس والجامعات. وعند هذه النقطة أيها الحبيب، وبعد أن عرفت الآثار السلبية لتناول العقاقير الدراسية، أنا برأيي الشخصي يفضل أن ترسب في الاختبار على أن تتعاطى مثل تلك الأدوية. وإذا حاول شخص ما أن يقنعك بها في يوم من الأيام، تعرف ما يجب أن تفعل. فهذه بدائل لتجنب استخدام العقاقير الدراسية، بل أفضل منها حتى. الإندروفين هذا هرمون أقوى ب100 مرة من الإنفيتامين، ويمكن أن تأخذه بشكل طبيعي من خلال ممارسة الرياضة. فنعم، 30 دقيقة من الرياضة يوميا كفيلة أن تعطيك شعور الطاقة والحيوية وتحافظ على صحتك. مثلا في وقت الغروب امشي في شارع قريب منك لمدة 20 دقيقة رياضة المشي، ثم بعد ذلك عد إلى المنزل وابدأ الدراسة مباشرة. ستشعر أنك تمتلك طاقة عالية وتركيز، والتوتر لديك منخفض، وهذا الأمر عن تجربة شخصية. حاول أن تحول الدراسة من شيء ممل إلى شيء ممتع، يعني فعليا نحن نستمر في الدراسة حتى بعد أن نتخرج، فلن نخرج من دائرة التعليم أبدا. أول آية أنزلها الله عز وجل على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كانت اقرأ. فالحل الوحيد للتعايش مع هذا الأمر هو تحويله إلى شيء ممتع. وتكلمنا في هذه الحلقة هنا في هذه النقطة بشكل مفصل. سمعت قبل فترة عن تقنية حديثة تتمثل في الدراسة لمدة 30 دقيقة ثم الاستراحة لمدة 5 دقائق، خصوصا عندما يكون لديك منهاج كبير تحتاج السيطرة عليه. وأنا جربت هذه الطريقة بشكل شخصي وجدتها مثمرة، فأنصحك أن تجربها أنت أيضا. أيضا ضع مكافأة لك بعد كل نصف ساعة دراسة، مكافأة تستمتع بالقيام بها، ما عدا تصفح مواقع التواصل الاجتماعي لأنه يستنزف الوقت و لا يصلح أن يكون مكافأة. أيضا الحل في كراسة الحل. أكثر شيء يساعد على ترتيب الأفكار وحل المشكلات هو تفريغها على ورق، فتحول هذه الفوضى في دماغك إلى كلام مفهوم تستطيع أن تفهمه وتلاحظه وتحلله بشكل منطقي. وأبسط هذه الأمور خطة دراسية معقولة، فدائما ضع بجوارك كراسة وسميها كراسة الحل. وعندما يأتيك خواطر، مهام، أفكار، أمور يجب أن تنجزها، اكتب هذه الأمور على الكراسة. أنا بالنسبة لي شخصيا لا أكتبها على كراسة ورقية، إنما أكتبها في الهاتف المحمول على تطبيق مخصص هناك. وأخيرا اهتم بصحتك النفسية، وتأكد يا عزيزي مهما كان الاختبار الخاص بك صعب، ممل، طويل إلى آخره، تأكد أننا أساسا في حياة هي اختبار، فحاول أن تنجح في اختبار الآخرة. أضمن لك يعني لطالما أخبرت كل شخص كان متوتر من الاختبارات، أخبرته أننا أساسا كلنا، أنا وإياه والمحاضر والمدرسة والجامعة، وكلنا في اختبار. فإذا شعرت أنك لا تريد الدراسة أو ليس لديك نية أو طاقتك منخفضة، توضأ وصلي لله عز وجل ركعتين، هكذا تكون كسبت في اختبار الآخرة. وهذا الوضوء وهذه الصلاة أعطتك نشاط لا تعلم سبحان الله مصدره بالتحديد، ولكنه تعطيك نشاط وتستمر في الدراسة لاختبار الدنيا. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.